أزول في اللون صورة اليوم بهكذا شبيبة القبائل ستفعل العجب إن شاء الله. من هذه اللقطة ستكون شبيبة القبائل بخير. هذه صورة مرأة قبائلية حرة. شكرا لكم، هذه حضور تاع اليوم، نشكركم على هذا. ديروا لهم لايك، ديروا لهم. شكرا، شكرا لكم. هكذا شبيبة قبائل ستتنفس سعادة بفضلكم إن شاء الله. المهم الشبيبة راهي في المليح إن شاء الله يا رب العالمين. راح نعطيكم في هذا الفيديو، في آخر الفيديو، تلقوا هذا الثنائي رائع جدا، كيف تحاوروا، كيف كذا، شاهدوا هذه الصور الرائعة وكل شيء جميل في شبيبة قبائل. ديروا لنا لايك الفيديو، ابوني في القناة وتركوا لنا تعليق. راح تسمعوا هذا الفيديو، في آخر الفيديو سمعوا هذا الثنائي ماذا قال على المباشر بو عالية وابو خشوش. بو خشوش قال له راح تباع بزوج ملايين اورو، ان شاء الله تدخل لخزينة شبيبة قبائل ويجيبوا بها لاعبين كبار ان شاء الله. شكرا بو علي على فنياتك، على الروح القتاليه اللي قاعد تلعب بها. زيدوا قولوا راهو ماتش مخدوم، زيدوا قولوا لنا ماتش مخدوم. بركونا يا جماعه، بركونا، الشبيبه راهي تتحسن من جوله الى اخرى بفضل ربما حركه تغييريه. جاء المدرب وجاءوا اداره جديده، كاين حركه تغييريه جات ديكليك. شاهدوا هذا المقدم، ضحكتوا، شوفوا كيف يضحك المقدم. جماعة كي تربح شبيبة قبائل الكل يفرح، كل الجزائر تفرح بفضل هذا الفوز. هذه هي شبيبة ما تسقطش، هذه يعني عيب نقولوا شبيبة تسقط، يعني احنا برك كنا مضغوطين فقط. هذا هو ترتيب شبيبة قبائل، شفت في لي كومونتير الكل يقول كيف ترتيب شبيبة قبائل، هو في المرتبة 13 ب 27 نقطة وخرج من ثلاثي المؤخرة ومازال خير قدام. جيبوا لنا نقطة مصطيف والله الفوز، وشبيبة في العلالي يد اللالي إن شاء الله يا رب العالمين. اسمه هذا الثنائي ماذا قال، تفرحوا بربي إن شاء الله. لايك الفيديو، أبوني في القناة، وتركوا لنا تعليق على تلك الصورة تاع المرأتين الحرتين. ضايع مع فيديو جديد، اسمه واش قالوا. سوكا حتى تقدم لي الميكروفون فقط. معنا على المباشر سليم، سليم على المباشر، سليم بوخنشوش على يميني، أهلا مرحبا، تفضل. ألف ألف مبروك. كيف كانت هذه المباراة بالنسبة للشبيبة في سلسلة من أربع مباريات من دون هزيمة؟ السلام عليكم. السلام عليكم. الحاجة الأولى ماتش ما كانش ساهل، وين بدينا برومي ميطو بلا راش تاع اليوسما تاع الماتش اللي فاتوا قبل اليوسما، خنشلة بيض مالوريزمون، وين جاتنا زعما حاجة اللي ما كناش نستناوها هي كارت روج. حاجة ثانية اللي واش نقول لك، دخلنا ما فقدناش أمل، وين تحصلنا على ضربة جزاء كانت معارضة تاع اللقاء، كملنا بالحرارة وكنا راجل واحد. واش نقول لك، إن شاء الله نكملوا هذا المنوال ومازالوا الماتش الجايين. طيب الشبيبة تخرج رويدا رويدا من منطقة الخطر. حاجة الأولى حنايا رانا نديروا ماتش بار ماتش، ما راناش مقلقين، رانا شاك ماتش نبريباري له كما يلزم الحال بالمساعدة تاع الأنصار والجوار كامل والتكاتف تاع الجميع. إن شاء الله واش راح نقول لك، واحد راهو فرحان، نفرحوا اليوم مع بيبليك تاعنا، نشكروه اليوم جاب قوة، ونخموا لي ماتش الجاي إن شاء الله اللي باش نروحوا على برا نديروا زيطاب. سليم، واش رأيك اليوم في زميلك بو عالية اللي سدد ومرر وسجل ودار كل شيء ويلعب حتى دور الصحفي على فكرة؟ راح نقول لك بو عالية أجل نتمنى له التوفيق إن شاء الله. لاعب جوان ولي كاباسيتي اللي عنده قريب نشوفهم بالجزائر. ان شاء الله ما تمنالوش اصابات، راه يكمل على الطريق، وش نقولك ان شاء الله نبيعوا 2 مليون دولار ان شاء الله. بالتوفيق، يعطيك الصحه، بارك الله فيك، بالتوفيق ان شاء الله. الميكروفون فقط، تفضل امين. بو عليا، مساء الخير. اليوم انت ايضا من بين الفرحين كثيرا بهذه النتيجه، واش تقدر تقول لنا على المباراه؟ بيان سور، دابور نقول لكم السلام عليكم. سلام. الزول نرمسي كاع لي سيبورتور اللي جاوا بقوه، باسكو سي المومون نكونو اوني ونسلكو الكلوب هذا، باسكو عندنا بزاف ما فرحناش هكا. كي تشوف ليفيكتيف اللي عندنا وتشوف من الفوق واش عندنا كاع، ونميت با لا بلاص، ونميت با لا بلاص ورانا فيها، والحمد لله راك تشوف ونا غاني لي ريتم في لا شامبيونز ليغ، وجبناها لا كومبيتيسيون لوكال، ونا بي انشيني لي فيكتوار الحمد لله. مانو نوبلي لي ريستا بوزيتيف كون افي، اون كونسونس سور بروشان ماتش ان شاء الله. ربي يوفق بو علي، يعطيك الصحة، شكرا.